السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الطاقم الفني تاع المدرب المنتخب الوطني الجزائري، باش تعرفوا باللي شكون اللي كان ظل يعني تاع ذاك المدرب تاعنا، هذا المدرب اللي ما اللي فقير تكتيك، مو فقير في كل شيء يعني الا الشهرية تاعو اللي مليحة برك، فقير في كل شيء الا الشهرية اللي عنده شابة برك. الله يزيده الله يزيدو يا ودي، الله يجعل ان شاء الله بربي وما يعطوش الصحراء، ما يعطوش الصحراء، الله يجعل يعطوش الصحراء، رغم انه صحيح لقد انتهى بصح ما قبل كوطاوه، ما عرفش كوطاوه الصحراء، كوطاوه الصحراء ولا طاوه راخر سموه غار جبيلات، كاش استولى ولا هذا هو اللي كان يضحكنا، وزير السعادة تاعنا. حنا ما كناش نضحكوا من قبل، تامي جا هذا باش ولينا نضحكوا، حنا ما كناش نضحكوا كاع، حنا كنا نضحكوا، حنا جامي ضحكنا، حنا تا 2019 باش ولينا نضحكوا على بالكم، حنا ما كناش نعرفوا نضحكوا، الضحك كي كانوا يضحكوا الناس يبكوا، وزير هذا وزير السعادة هذا سبحان الله. حنا في كاع المنتخبات شوف ستاف تكنيك، ما نروحوش بعيد، بوقرة على راه ناجح، شكون معاه؟ شكون مع بوقرة؟ راكم تشوفوا شكون مع بوقرة؟ تشوف كيفاش دعوة كي دايرة؟ حنا ذاك اليوم وين تشوف بلي بروفيسور في غرفة العمليات لا يستطيع إجراء عملية بدون طاقم طبي كامل، لازم طبيب انت بيدير عملية جراحية، تشوف طبيب وحده؟ شوف لي مد المقص، لي يمد الخيط، لي يخيط، لي يدير الاكسجين، لي يدير منه طبيب لي يحل، لي يدير لك عمليه تاع القلب، يعرف الخيط الازرق والخيط الاحمر لي رايح للقلب وجاي وملي، والخيط القهوي والخيط منه، وما يقول ما يديرش هو، يمشي هو المسؤول على الاكسجين، كاين طبيب واحد اخر تاع الاكسجين، كاين طبيب تاع مقص، كاين طبيب، كل واحد عنده طاقم. حنا مدرب تاعنا رئيس اتحاديه، طبيب، مناجر، سوانيير، دير كلش، هذه هي الديكتاتورية في العمل في المناصب، ولا داير ديكتاتورية ما مخلي تا واحد، ما مخلي تا واحد، كيما عقلية تاع ستي، كيما ستي مي كان داير بهلول عاطيه سبعة تاع المناصب، قالبلو سبعة تاع المناصب، هذه هي كيما هكا. حنا وين بروفيسور في غرفة العمليات لا يستطيع إجراء عملية بدون طاقم طبي كامل، كل واحد وعمله في المنتخب المحلي، بوقرة يملك طاقم جيد جدا، يعني وين جانا يملك طاقم طبي جيد جدا، وين نعاودو نولو وين جانا المنتخب المحلي بوقرة وين يملك طاقم جيد جدا، وهي نقطة قوة مجيد بوقرة في المنتخب، يعني الأول تحس باللي طاقم وين يتم فيه مساعد واحد لا تراه أصلا، مساعده الاصلي الذي لا نراه مستشاره هو المدرب الحراس، يعني مدرب الحراس هو مستشار، اصبح عزيز بوراس مستشار في كره القدم، وهو الذي يعني حياته كامله حارس ومدرب حراس، طاقم فني محدود جدا، فيه يا ربي فيه زوج تاع الناس وين تظن انه فريق، يعني ما انا شو كي كنت نقول لكم بلي ما نجبدوش انديه جزائريه ولا، بصح تظن بانه نادي هاوي ماشي منتخب وطني، هذا المنتخب اللي كان رايح مساعد تاعو، مساعد تاع مدرب هو مدرب تاع حراس، بصح كنت رايح يجيبوكم ديموند، بصح كنت رايح يجيبوكم ديموند ولا لا، بصح كنتو مأمنين بلي بيتروحو يجيبوكم ديموند، بصح وين رمزو الناس اللي كان يقول لك اه والله كان مأمن بالكلمة، أنا تبان لي بلي دايركم الشعباوي هذا المدرب، تبان لي بلي قالوا له قول قالوا له هذيك 278 ألف وتبرلنا وقول لهم بلي الكوب ديموند الشعب، غير قول لهم كيما غادي يأمنوا بلي كوب ديموند، ولاهم أمنين، ولاهم أمنين بكوب ديموند، أنا تبان لي بلي وبصح أمنتو، بصح كنتو مأمنين بلي نجيبو كوب ديموند. من مين تاني نقول لكم الحمد لله يا ربي، قاع الناس هي تهدر صانع العاب، نهار الاول ما كنتوش تعرفوا تقولوا صانع العاب،
مي كنا نقول لكم على كنتو تعايروا فينا تقولوا لي روح انت في بلاصتو لا بغيتي تجيب سي باصا وين راه الجماعه تاعنا بغيت تجيب سي باصا صباح واحد واحد قبل بارتيه بنهار كتب لي قال لي انا بغيت هذا المدرب يجيب جداتي وراني قابل به الله يسهل عليك راه داير لك داير لك جداتك نقول لك شكون جداتك سليماني جداتك داير لك جداتك سليماني ونفس الغلطه يقعد فيها باش باش تقارعوا بلي يغيري وخر الناس يقول لك بلي غادي بعد يولي بعد كيسموه بن سبعيني ويبعد راكم غالطين يا جماعه يودي بلايلي اودي لا تاكي راكم غالطين غلطه اللي ما كاش كاع في الموند ما كاش كاع راكم غال لازم هذا المدرب هو يروح لازم هذا المدرب هو يكون عنده كيما نقول لك يحترم مهنه التدريب كي يحترم مهنه التدريب غادي يروح انا نقول لكم ما دامو ما احترمش مهنه التدريب ما يروحش يقعد هكا يقعد هكا يدور ويدور مسكين انا نقول لكم لازم يحترم مهنه التدريب يحط استقالته ويروح هذو هما المدربين الكبار ما نجحش تربح هذو هما المدربين الكبار ومدرب اللي تاكل على روحه يطلق كيما كيروش يطلق مص من النار في الكوب دي مدرب في ايران حاليه يعني وين في نقولوا فيها يعني كرة القدم الحديثة فيها طاقم فني يقدر يعني وين يكون يعني وين سمحوا لي كنت نهضر طاقم على بال كرة القدم الحديثة هذه باش يكون على بالكم يعني وين يعني نقول لكم كرة القدم الحديثة يعني فيها طاقم فني يقدر وين يقدر يكون حتى 10 أشخاص يعني مساعدين على أعلى مستوى تقني في المدرجات يعني وين خاصة المدرجات خصيصا للمنافس ويراقب تحركات لاعبين المنتخب يعني معد اللي يعني معد اللياقة البدنية التقني في منتج الفيديو يعطيك تقرير على أخطاء لاعبين المنتخب ويجهز له أخطاء ونقاط قوة وضعف المنافس خبير في الأكل مدير فني يكون ذو قوة شخصية ويقدر يقول للمدرب راك مخطئ حنا ما عندناش هذه ما عندناش حنا هذه كي نحوس عليها بكاشي سبحان الله هذه هي خسارة منطقية أمام خصم يعني ما خصم سان نقول له فريق مشي متأهل لا خسارة منطقية كان يقول لك الأربيت الناس على بالك على بالك كاين واحد الناس هم قايد لك ها ماتش ميكا اللي خرج حمراء يعطيه الطعام يعطيه الطعام لا يعطيه بالطعام ماتش ميكا لا يعطيه يعطيه بيفتيك يعطيه من الحوتي كل واحد ويعطيه بلا الاربيت يقسم الماكله يجيبوا اربيت يقسم لكم ماكله والله لاكو على بالك خرجوا واحد لا غير هكا يعطي كيما بلايلي كيما بلايلي 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 قرا يدير تيبو والتيك توك يطيح لونساج باطل لي بيناتي باطل باطل شرولو لي بيناتي شرولو لي بيناتي في الماتش لي ماتش شرولو لي بيناتي باطل لي كوفرو هاكا باطل واللاعبين البارع وين كان على هذيك نقولو حنايا المدرب هذا الناس لا يتحوس يحصلوا في اربيت واحد يحصل في بيحصلوا في طوبه خطره بن عياده خطره قصابه خطره ايتو خطره مشاكره خطره باسي بينا خطره من يا ودي راه يبان شاقد 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 يا يا والكذاب يبان يبان شاقد على بالك وليتو تمشيو بالكذب هذا الاتباع ولاو يمشيو بالكذب وانا نقولها لك انت كمدرب شي كانوا دايرينك ميظله هما الولاد يدوروا عليك تصيب ذاك المخنث يدور عليك تصيب ذاك بو كلبه تصيب الجميع اللي كان يقول كلنا هما الولاد غادي يدوروا عليك عقل عليها هما الولاد بسم الله يعني ضربتو يقراو لي كومونتير يشوفوا شكاين ويقلعوك حتى شكي غادي يقلعوا لك انا نقول لك شكي غادي يقلعوا لك شكي غادي يعطوك شوف الماس غادي يضرب فيك الا ما على بالكش الماس غادي يديروا غادي يديروا هذا العذاب والله ما تامن خاطش ما يشبقوش هذو يقادو هذو هذو ما عندهم صاحبهم هذو عندهم لي كومونتير يقراو ما عندهمش وجهه نظر ولا حاجه ما كاش وجهه نظر يدور لك غير بشويه دق ويعطيك انا نقول لك انت مدرب انا نقول لك من نهار الاول قلت لكم بلي راكم غالطين هذا ماشي مدرب اكبر كذبه هذا بلي مدرب قلت لكم من نهار الاول ايا انتم راكم تعرفوا ضربك الحمد لله
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي. صحاب.